حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات انطلاقة الشوط الثامن الخاصة بفئة الجدان الثانية الجدان الأصايل مسافة 8 كيلومترات هي المسافة الخاصة بهذا السن الكبار بسن التحديات مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى والانطلاق الأول كما نذكر بأفضل توقيت زمني تحت أقدام الشاهنية هجم الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب من سجل التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم مع الشاهنية وفي أول أشواطنا الرئيسية للمحليات الثنايا الأصايل بمسافة 8 كيلومترات كان توقيت ثمني 12 دقيقة 21 ثانية وجزئين من الثانية والتوقيت الأفضل سلام للرئاسة سلام وسلام للمستحيل سلام كما تشاهدون هنا على شاشة قناة ياسر الرياضية التوقيت الأفضل واضح أمامك 12 دقيقة 21 ثانية وجزئين من الثانية كان مع أول أشواطنا في هذه الفترة المسائية المقدمة والصدارة والانطلاق الأول أيضا يأتي المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري بوذياب من يقدم لنا شاهين على الانطلاق الأول والتحديات الأولى بينما المركز الثاني من الجانب الأيمن نتابع ثاني التحديات والانطلاقات جلبار باسم الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يحتل المركز الثاني المركز الثالث ثالث التحديات والانطلاقات وصل متعب القادم المركز الثالث بشعر سمو الشيخ بن راشد المكتوم بن حميد وصل على المركز الثالث المركز الرابع ياتي خالد السريع من هجم الرئاسه بقياده صالح بن سعيد بن العرج البري من يصل على المركز الرابع والمركز الخامس شاهين هجم الرئاسه بثياب راشد والانطلاقات براق الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري يصل على المركز السابع المركز الثامن المركز الثامن ياتي هنالك شاهين من هجن الرئاسه علي بن جميل الوهيبي والمركز التاسع الزعيم الشيخ ثياب بن محمد بن زايد الهيام محمود بن خميس الجنيبي وصل على المركز التاسع المركز العاشر ياتي هنالك شاهين هجن الرئاسة بقيادة كاظم محمد بن عتيق كيري وصل هنا على المركز العاشر هذه النتيجة 10 المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المميزة نعود بحضراتكم إلى الصدارة الأولى والانطلاقات الأولى وهنالك شاهين شاهين على الصدارة على المركز الأول من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري على المركز الأول والانطلاق الأول المركز الثاني السريع من هجن الرئاسة صالح عرض المرمى من يقدم لنا السريع على ثاني التحديات المركز الثالث جلفار القادم بشعار سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري من يحتل المركز الثالث المركز الرابع وصل شاهين لجنة الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري ذلك أبو ذياب يتواصل أيضا على المركز الرابع المركز الخامس متعب راشد المكتوب سعيد بن عبيد السموسي وصل هنا وتقدم المركز الخامس 5 مراكز بدأت بالانطلاق بدأت بالتحديات بدأت بالمرحلة الأولى الانطلاق نحو ذلك الناموس ونحو ذلك الفوز والانتصار مع مسافة 8 كيلومترات وانتصافها 4 كيلومترات انقضت وتوقفت
أربعة كيلومترات مليئة بالتحديات، مليئة بالمنافسة. والمركز السادس، المركز السادس ضاري من هجن الرياسة بقيادة بولجمايل علي بن جميل ألوهيدي. والمركز السابع التقدم والانطلاق مع الكايد هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، من يقدم لنا الكايد على المركز السابع. المركز الثامن الزعيم اسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ بن خميس الجنيدي. والمركز التاسع براقة لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري. والمركز العاشر وصل وتقدم مداهم من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا مداهم على المركز العاشر. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة الأولى، وهنالك شاهين شاهين على المركز الأول، واقتربنا من جسر العبور، جسر التحديات، جسر الثلاثة كيلومترات. والمقدمة والصدارة لا زالت على المركز الأول. هنالك شاهين من هجن الرياسة يرتدي هذا الشعار العملاق اللون الأحمر والحزام الذهبي المطرز هنا، المليء بالإنجازات، المليء بالرموز. يأتي المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري أبو ذياب المركز الثاني. ثاني التحديات والانطلاقات جلفار باسم الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري على المركز الثاني. المركز الثالث السريع بقيادة صالح بن سعيد العرج المري، من يقدم لنا السريع على المركز الثالث بشعار هجن الرياسة. ننتقل مباشرة ونتابع رابع التحديات هو الانطلاقات. وصل شاهين من هجن الرياسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري، وصل أبو ذياب على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات والانطلاقات، يأتي هنا ضاري من هجن الرياسة علي بن جميل ألوهيب إضافي للمضمرين، بدأ يتقدم الآن وينطلق على المركز الخامس والسادس. التحديات، وصل شاهين بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز السابع. المركز الثامن الكايد من هجن الرياسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. والمركز التاسع الوصول هنالك والانطلاق مع شاهين من هجن الرياسة علي بن جميل ألوهيب. والمركز العاشر والانطلاق مع متعب باسم الشيخ مقدام بن راشد المكتوم قيادة المؤمر سعيد بن عبيد السبوسي مع المركز العاشر. هذه النتيجة وندائنا الثالث لهذه الأسماء ولهذه التحديات والأسماء والشعارات العملاقة. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى شعار التوقيت الأفضل وإلى شعار المقدمة. هنالك التحديات الأولى مع شاهين، الاثنين كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهاية، عن الناموس، عن الفوز والانتصار. والقيادة هنا مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري أبو ذياب، من يقدم لنا شاهين على المركز الأول. والانطلاقات الأولى، يا سلام المستحيل على الصدارة الأولى. المركز الثاني، ثاني تحديات جلفار اسمه الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري. والمركز الثالث السريع من هجن الرياسة صالح بن سعيد بن العرج المركز الرابع. يصل أيضا شاهين بن الرياسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. والمركز الخامس شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بدأ بالانطلاق، بدأ بالتحديات، ولكن عودتنا إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى. شاهين على المركز الأول، شعار الرياسة والمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري أبو ذياب على المقدمة الأولى على الانطلاق الأول. يا سلام يا سلام، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات، كيلو الانطلاقات المميزة. المستحيل لا يكل ولا يمل ولا يهاب من الناموس، ولكن مجازف
مشاعرنا شاهين ايضا بشعار مؤسسة هجن الرئاسة. هذا الشعار المسيطر على الاشواط منذ انطلاقة شوطنا الاول في هذه الفترة المسائية حتى مسيرة شوطنا الثامن والنواميس جميعها رئاسية مع اختلاف المضمرين. الله ابو ذياب راشد بن محمد السم المنصوري من يقدم لنا شاهين على المركز الاول، ولكن المجازف بن زيتون اللحظات الاخيره الامتار الاخيره تجاوز شاهين من الرئاسه، ولكن عاد شاهين ايضا بقياده ابو ذياب. يا سلام اللحظات الخطيره انطلق شاهين على المقدمة والصدارة الأولى بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن المهيري. سلام للرئاسة، السلام وسلام للمجازف محمد بن عتيق بن المهيري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين بن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري وضياف وصل على المركز الثاني. المركز الثالث صالح بن سعد الحرج المري والمركز الخامس الفار محمد القادر حميد القاسمي الفيصل بن الحامري. هذه النتيجه خمسه المراكز الاولى. نعود بالتوقيت الزمني لحظات الفوز والانتصار. تهاني وناموس لهجن الرئاسه على فوز شاهين بالمركز الاول. تهاني وناموس جازف محمد العتيب بن تقرير التوقيت الزمني. الزمني 12 دقيقة لحظات وصول شاهين 50 ثانية 8 أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني. تهاني والناموس المركز الثاني. وصل شاهين من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم التوقيت الزمني 12 دقيقة لحظات الوصول 50 ثانية 4 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس المركز الثالث. وصل ضاري من الرئاسة بقيادة الظافر علي بن جبيل بقطع مسافة 8 كيلومترات 12 دقيقة التوقيت الزمني مسافة 8 كيلومتر. عشر دقيقة ثانيتين وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.